إمكانيات عسكرية وبوليسية. وعندما مثلا في العالم إذا كان أمريكا بوسائلها تكنولوجيا متميزة إلى آخره ما وصلتش للصواب الأحمر السماعة ديالها ما وصلتش توقف الهجرة السيارة مع المكسيك كيف بغيتي نحن الغربة وسائلنا البسيطة غادي نوقفوا الحياة نحن معنا في كيلو متر الشرقي إلا بغيتو خصكم تخلصوا اللي بغى يحس على داره وكاين عندك الدار اللي يتحس عليها واش تخلص على أساس ولا لا؟ إذن ربما كنتي اللي كنخرجوا شوية كنقولوا هذا هو الطبيعي نقولوا الهجرة السرية أو العمل كيتحل بطريقة واحدة ما هي هذه الطريقة؟ بالتنمية المحلية بخلق مناصب الشغل محلية حيث أن هاد الناس اللي عندهم الإمكانيات يساعدونا باش نخلقوا مناصب الشغل في المغرب وفي أفريقيا ديك الساعة إخواني أخواتي كل إفريقي أو مغربي يجبر منصب شغل يعني ديما عنده بهذه الكرامة هذه لا يحاول أن يهاجر أي حال خلهم يحكيهم طبعا ربما في المستقبل لك الخدمة تمشي كسائح والسياحة كما تعلمون تغني لأن يكون هناك تبادل ثقافي ما بين الشعوب إذا ما غاديش نطول لأن البرنامج عندنا شوية كبير ما غاديش نطول غادي